صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله قرار رقم 20 لسنة 2019 بإعادة تشكيل مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية. وجاء في المادة الأولى من القرار أنه يعاد تشكيل مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية، وذلك على النحو الآتي: المهندسة مريم أحمد جمعان رئيسا، الدكتور المهندس عبد المجيد حبيب عبد الكريم نائبا للرئيس، المهندس غازي سعيد الصالح عضوا، المهندسة شهربان أحمد شريف عضوا، المهندس ثامر محمد صلاح الدين عضوا، المهندس عبد النبي عبد الله الصباح عضوا، المهندس عيسى علي جناحي عضوا، المهندسة راوية خليفة المناعي عضوا، المهندسة نوال يوسف العمادي عضوا، وتكون مدة العضوية في المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.